نجوم رفعوا شعار وداعاً للسمنة وأهلاً بعصر جديد. مش هتصدق مين من المشاهير دول وإزاي حياتهم اتبدلت في غمضة عين بعد ما كانوا بيتعرضوا لتريقة الجمهور وما كانوش بيقدروا يشتغلوا. أول فنانة معانا وأحدث واحدة في الوسط الفني شيماء سيف، واللي أعلنت إنها خسرت فوق 50 كيلو من وزنها بعد ما تعرضت لتعب شديد لدرجة إنها كانت هتغير مفصل ومش بتقدر تشتغل نهائي ولا حتى تصلي. علشان كده قررت تعمل العملية وفعلاً خست 50 كيلو ولسه هتخس تاني. تاني واحدة هي مي كساب، واللي من وقت جوازها وهي بتعاني من وزن زايد وشكلها كان متغير تماماً، لحد ما في يوم بنتها طلبت منها إنها تخس وجابت لها رقم دكتور تعمل عنده عملية. وفعلاً مي سمعت كلام بنتها وخسرت كل وزنها الزايد لدرجة إنها اليومين دول بقت بتعاني من نحافة بشكل كبير. تالت فنان، وده بقى حكايته حكاية مع السمنة لدرجة إن وزنه وصل 200 كيلو وخلاص كان بيودع الدنيا. أحمد زاهر اتكلم عن تجربة الخسسان وإزاي خسر وزنه كده، وقال إن وزنه كان قرب ل200 لكن قدر يوصل ل120 كيلو لما عملت مسلسل آدم مع المخرج محمد سامي، وفجأة جسمي مش عايز ينزل ومحمد سامي أجبرني أعض في الأرض علشان أخس. قال لي قدامك سنة وفي مسلسل حكاية حياة ليك دور جامد جداً مش شايف ممثل في مصر يعمله غيرك، لكن مستحيل تلعبه وانت تخين كده. قسي عليا جداً وقال لي مين بطلة توافق يبقى البطل قدامها بالكرش ده. وجعني جداً وزعلت وقتها، بس بشكره إنه وجعني وصممت أعض في الأرض. وقعدت سنة كاملة مش باكل. لما دخلت له في البروفات عيط من فرحته لأني وصلت من 120 ل85 كيلو. والحقيقة محمد سامي يستاهل الشكر، لأن من وقتها أحمد زاهر مكسر الدنيا ويعتبر من نجوم الصف الأول حالياً. رابع واحدة مها أحمد، واللي الجمهور كان بيلقبها ببكابوزة، وده بسبب وزنها الزيادة. مها أساس شهرتها كان وزنها، وقدرت في فترة من الفترات تحقق نجاح كبير بسبب شكلها. لكن الغريبة إن مها أحمد من وقت ما خست وهي اختفت عن الساحة تماماً وما بيجيلهاش أدوار، وأخرها لايفات التيك توك. بس طلعت مها واتكلمت عن سر خسارة وزنها وقالت إنها أخدت أدوية حرق كتير. وناس كتير بيزعلوا مني علشان مش بقول على اسمها، بس مش كل حد ينفع يستخدم الأدوية دي. وأخدت أدوية دايت وعملت رياضة جامدة وجالي أنيميا حادة ودخلت المستشفى. لكن الصدمة إني رجعت أتخن بعد كده وعملت بالونة المعدة علشان أحافظ وعود معدتي، ودلوقتي عندي هس لو أكلت كتير تاني يوم أعمل رجيم. والظاهر إن مش مها أحمد لوحدها، هنلاقي إن الفنانة هنادي مهنا هي كمان لجأت للدايت ودكاترة التغذية لحد ما خست 40 كيلو. هنادي قالت إن وزنها كان بسبب الأكل المصري، علشان كده صحيت في يوم وأخدت قرار إنها تخس وعملت رجيم قاسي جداً واختفت 7 شهور. وأول ما نزلت ووصلت للوزن اللي هي عايزاه رجعت تظهر تاني للجمهور. نيجي بقى للأخير وهو حسين الجسمي، واللي من بداية ظهوره اتعرف بوزنه الزايد، لكن حسين جه فترة واختفى ومرة واحدة ظهر وكان بوزن مثالي ومحدش كان مصدق اللي هو شايفه. وبدأ الجمهور يسأل حسين عن سبب خسارته للوزن، واللي كان واضح جداً إنها عملية تكميم معدة. وطبعاً مش بس دول من الفنانين اللي لجأوا لعملية تكميم، هنلاقي إن ندى رحمي هي كمان عملت تكميم، ونورة السباعي وغيرهم كتير. وفي النهاية قلنا مين أكتر فنان شكله اتغير بعد ما خس.